اهلا بكم اعزائي طلبه جريد 3 في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. today ان شاء الله هناخد درس بعنوان التالي تيبل اند البيكتوجراف. الطلاب الشطار اللي ذاكروا ليسون 2 عرفوا يعني ايه معنى كلمه تالي، وقلنا ان تالي معناها العلامات اللي بتساعدني في عمليه الكاونتنج. لو انا عندي داتا، الداتا دي فيها مجموعه فوتس، بكتب الفوتس دي بالعلامات او الشرط اللي بنسميها التالي. النهارده ان شاء الله هناخد انذر وورد اللي هي البيكتوجراف. يعني ايه كلمه البيكتوجراف؟ زي ما خدنا البار جراف او البار تشارتس اللي كان بيساعدني عن طريق الهايت بتاعه اعرف النمبر بتاع الداتا اللي عندي، النهاردة البيكتوجراف برضو احد الطرق اللي بتساعدني في الكاونتينج للفوتس. يعني تعالوا ناخد مع بعضينا مثال. انا عندي هنا هنسأل بعض الستودنتس اللي في جريد 3 ونقول لهم ايه هي الفيفوريت سبورتس اللي انتوا بتحبوها، وهنقول لهم عندكم الفوتبول وعندكم الباسكت بول والتنس والهاند بول، ونشوف هم هيقولوا ايه. في عندي مجموعة منهم اختارت الفوتبول، مجموعة اختارت الباسكت بول، ومجموعة اختارت التنس، ومجموعة اختارت الهاند بول. في التالي تيبل لما كنا بنقول 1 كنا بنعملها ازاي؟ شرطة كده، ولو قلنا 1 كمان كنا بنحط شرطة جنبها لحد ما نوصل للبندل او الحزمة دي، وبنقول ان هي ايه؟ ان هي 5. الدرس بتاعنا النهاردة البيكتوجراف هناخد رسمة، صورة، بيكتشر. البيكتشر دي هنسميها الكي. كلمة كي معناها مفتاح، يعني المفتاح اللي احنا بنفتح بيه المعلومات بتاعت الايه؟ بتاعت الدايجرام ده. ايه هو الكي بتاعي؟ الكي بتاعي في الرسمة دي بيقول لي ان انت السيمبل او البيكتشر بتاعت الكورة ديت معناها 5 فوتس. يبقى لما نشوف البول دي نحط عليها كام؟ نحط عليها 5، والبول دي انذر 5، ودي 5، ودي كده 5، ودي كده برضو 5. كل البولز ديت كلهم ايه؟ كلهم 5. يبقى لو احنا عايزين نعرف الفوتبول كام ستيودنت بيحبوها هنقول ايه؟ 5 بلس 5 يدينا كام؟ تمام، يدينا 10. طيب ال 5 دي وال 5 دي تديني انذر 10، و 5 بلس 5 انذر 10، وال 5 دي بلس ال 5 دي يديني برضو كام؟ يديني برضو 10. يلا نكاونت مع بعضينا. 10 بلس 10 20، 20 بلس 10 30، 30 بلس 10 40. يبقى الفوتبول كام واحد بيحبها؟ بيحبها 40 ستودنتس. عرفنا ازاي؟ عرفنا عن طريق رسمه جديده اسمها البيكتوجراف. البيكتوجراف ليه حاجة اسمها الكي، لازم الأول أبص على الكي، أعرف الكي الواحدة منه بكام. هنا في الرسمة دي الكي الواحدة منه بفايف. طيب يلا نشوف الباسكت بول كام ستيودنت بيحبوها. إحنا عرفنا دي بكام؟ دي بفايف، يبقى أنا عندي فايف، أنظر فايف، ودي فايف، ودي إيه؟ ودي فايف. فايف بلس فايف إز 10، وفايف بلس فايف أنظر 10. 10 بلس 10 20. يبقى اللي بيحب الباسكت بول ار 20 ستودنتس. طيب يلا نشوف التنس في كام؟ في هنا 5 وانذر 5. ليه اخترت دي ب 5؟ عشان هو قايل لي ان الكي بتاعك او المفتاح اللي هتفهم بيه الرسمه ان البول ب 5 فولتس. 5 بلس 5 يديني 10. طيب نيجي هنا الهاند بول 5 انذر 5 زين انذر 5 يديني كام؟ يديني 15. طيب لو احنا جينا وقلنا ان الكي بتاعنا بدل ما هنخلي البول ب 5 نخليها ب 10، تعالوا نشوف هيحصل ايه. اللي هيحصل ان انا هقلل عدد البولز لان الواحده منهم بقت ب 10. يعني هنا هنخلي دي 10 ودي 10 ودي 10 ودي ايه؟ ودي 10. 10 بلس 10 20، 20 بلس 10 30، 30 بلس 10 40. يبقى زي دي بالظبط. يبقى احنا لو غيرنا الكي
ممكن نزود عدد البيكتشرز اللي هتوضح لينا كل الفوتس. طيب بالنسبة للباسكت بول هنخلي دي 10 ودي 10. طب هتقول لي يا مستر احنا خدناها 5 عشان هو قايل لي الكيب 5، وهنا هناخدها ب 10 عشان الكيب 10. 10 بلس 10 يديني كام؟ 20. طيب التنس كام واحد بيحبه؟ احنا قلنا 10. طب دي واحده ليه؟ لان الواحده من دي احنا هنختارها بكام؟ ب 10. يبقى هنا اللي موجودين كام؟ 10. طيب هنا 15، ازاي نخلي دي 15؟ احنا عندنا دي بكام؟ ب 10. طب احنا عايزين ايه كمان على ال 10؟ عايزين 5. طيب ال 5 اعملها ازاي؟ ال 10 الهاف بتاعها عباره عن 5، يعني دي كده نصها كده 5 والنص التاني بتاعها another 5. يبقى انا دي بكام؟ دي لوحدها كده ب 5، يبقى كده كام؟ 15. يبقى الدرس بتاعنا النهارده بيعلمنا طريقه جديده نعبر بيها عن البيانات بتاعتنا، اللي هي ايه؟ الطريقه بتاعت البيكتشرز. هنحط البيكتشرز في تيبلز ونسميها بيكتوجرافس. طيب تعالوا مع بعضين يا حبايبي نشوف الاكسرسايز بتاع التشيك. بيقول لي يوز ذا بريفيوس بيكتوجرافس، يعني بص على البيكتوجرافس اللي فوق ده تو انسر ايتش كويتشن، ونجاوب مع بعضين على الاسئله اللي هو هيسالها لنا. بيقول لنا هنا هاو ميني بيبول لايك باسكت بول، نعمل ايه؟ نروح نبص على الباسكت بول. طب هتقول لي هنا ولا هنا يا مستر؟ هنا او هنا، الاثنين زي بعض. هنا البولز كتيره بس الكي بيقول لك ان البول الواحده ب 5، هنا البولز عددها قليل لكن الكي بتاعنا الواحده بكام؟ ب 10. الباسكت بول احنا عديناهم طلعوا كام؟ طلعوا 20. طيب هنا بيقول لي هاو ميني بيبول لايك هاند بول، الهاند بول طلعوا كام؟ 15. طيب which sport is liked the most، يعني ايه هي اللعبه اللي اكتر ناس بيحبوها؟ يبقى نروح نشوف مين اللي قدامها اكبر نمبر. اللي قدامها اكبر نمبر الفوتبول، قدامها كام؟ قدامها 40 ستودنتس. هو هنا بيسالني عن النمبر ولا بيسالني عن اسمها؟ بيقول لي which sport، يبقى نكتب الفوتبول. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي which sport is liked the least. liked the least يعني ايه هي اللعبه اللي محدش بيحبها كتير؟ نبص على البيكتوجراف ونشوف ايه هي اللعبه اللي قدامها اقل نمبر. نلاقي مين؟ نلاقي التنس. يبقى لما نجاوب هنا بيقول لي which sport، يبقى اكتب ايه؟ اكتب تنس. تعالوا مع بعضينا نشوف البراكتس ده. بيقول لي هنا يوز ذا بيكتوجراف تو انسر ذا كويتش، يعني بص على التيبل ده اللي جاي لك فيه مجموعه رسومات، اللي جاي لك فيه مجموعه صور، الصور دي هتديك بعض المعلومات. اول حاجه لازم تتعودوا ان لما يجي لك تيبل لازم تقرا التايتل او الهيد اوف ذا ايه اوف ذا تيبل. هنا بيقول لي ايه الفيفوريت زو انيمالز، يعني احنا هنسال مجموعه من الاستيودس اللي في جريد 3 ونقول لهم ايه هي الحيوانات او الانيمالز اللي انتوا بتحبوها. في ستودنتس هيختاروا المونكي، في ستودنتس هيختاروا الليون، وعندنا البينجوين والبولر بير والاليجيتور. الاليجيتور هو التمساح. انا لما اجي اعد الستودنتس دي هعدها ازاي؟ هعدها بالصور كده. طيب هل انا اقدر افهم الصوره دي من غير الكي؟ لازم الاول نروح نبص على الكي بتاعها. الكي هنا بيقول لي ايه؟ الكي بيقول لي ان الصوره دي بتاعت الليون هيد دي بتيكوال 2 فوتس، يعني انا لما اشوف الليون هيد ده اعرف ان مكانها ايه؟ مكانها 2، يعني اكنها بتلز شرطتين كده. يبقى هنا 2 انذر 2 انذر 2، كل واحده من دي بايه؟ كل واحده من دي ب 2. طيب هنا هاف ا فيس، نص الرسمه. طب يبقى نعمل ايه؟ يبقى ال 2 نقسمها 2، ال 2 عباره عن ايه؟ 1 و 1، يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا 1. يبقى احنا بالطريقه دي نقدر نعد الانيمالز اللي موجوده عندنا اللي اختاروها كل الايه؟ الاستيودنتس. طيب نيجي نشوف الاسئله اللي عندنا، بيقول لي هاو ميني فوتس ديد ذا اليجيتور جيت؟ في
فين الاليجيتور؟ نروح نبص عليه نلاقي ايه؟ نلاقي تو ليون فيسز. طيب الكي بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الليون الواحد بيكوال تو فوتس، يعني عباره عن صوتين. يبقى ده عباره عن تو وده عباره عن ايه؟ تو. يبقى هما الاثنين مع بعض يوم كام؟ يبقى هما الاثنين 4. يبقى هاو ميني فوتس ديد ذا اليجيتور جيت؟ يبقى 4 فوتس، اربع اصوات. هاو ميني فوتس ديد ذا مونكي جيت؟ المونكي خد قد ايه؟ نعدهم 2 2 يبقوا 4، 2 another 2 يبقى 4، 2 و2 و1 يبقى 5، 4 و4 8، 8 بلس 5 يبقى 13، يبقى 13 فوتس. يجي اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي هاو ميني فوتس ديد ذا بولر بير جيت؟ نروح نبص نشوف فين البولر بير. اهو الستودنتس اللي اختاروه هم دول. طب افهم ازاي الاشكال دي؟ اروح اشوف الكي بتاع كل شكل. الكي عندي بتاع الليون فيس بيكوال 2 فوتس، يبقى كل واحده من دول نحط مكانها 2. يبقى هنا 2، هنا 2، وهنا 2. طيب هنا يبقى هنا 1 عشان نص الايه؟ نص الرسمه. 2 بلس 2 ايكوال 4، و2 بلس 1 ايكوال 3. يبقى بعد كده 4 بلس 3 يبقى كلهم كام؟ كلهم 7. يبقى انا عندي البولر بير 7 فوتس. يجي الكويتشن اللي بعده. Which zoo animal got the most votes؟ يعني مين الانيمال؟ هو هنا بيسالني عن الانيمال مش عددهم. مين الانيمال اللي خد اصوات كتيره؟ نعرفها ازاي من البيكتوجراف؟ نشوف مين الانيمال اللي قدامه اكتر ايه؟ اكتر رسومات، اللي هو المونكي. يبقى المونكي هو اكتر انيمال خد فوتس، يبقى هنا نكتب الايه؟ المونكي. هنا بيقول لي which zoo animal got the fewest votes؟ طب مين اللي خد اقل فوت؟ نروح نشوف البيكتوجراف، مين اللي قدامه اقل ايه؟ اقل رسومات. نلاقي الاليجيتور، الاليجيتور قدامه 2 بلس 2 اللي هي ايه؟ اللي هي 4. يبقى انا عندي الانيمال اللي خد فيوست فوتس از اليجيتور. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ذا ليون جوت مور فوتس ذان البولر بير، يعني الليون خد اصوات اكتر من البولر بير. هاو ميني مور فوتس؟ يعني هو بيسالني على الاصوات الزياده او الاختيارات الزياده اللي خدها الليون عن البولر بير. يبقى لازم نعمل ايه؟ لازم نشوف الليون قد ايه، ولازم نشوف البولر بير قد ايه، ونعمل لهم هما الاثنين ماينس. تعالوا نبص كده، الليون عندي، الليون عندي بكام؟ الفيس من ده ب 2، يبقى هنا 2 2، وده انذر 2، وانذر 2، وانذر 2. 2 بلس 2 از 4، نزود على ال 4 2 يبقى 6، نزود على ال 6 2 يبقى 8، زود على 8 2 يبقى كام؟ يبقى 10. يبقى الليون 10 فوتس والبولر بير 8 فوتس. طيب انا عايز الايه؟ الديفرنس ما بينهم، يعني ده اكبر من ده بقد ايه؟ يبقى نعمل ايه؟ يبقى نعمل ماينس. يبقى 10 ماينس 8 يديني كام؟ بعد ال 8 9 10، يبقى 2. نيجي نشوف اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ How many votes did the monkey and the alligator get in all؟ ان اول يعني الاثنين مع بعض، يبقى لازم نعمل للاثنين ايه؟ نعمل للاثنين صم. طيب المونكيز عندي قد ايه؟ المونكيز احنا عديناهم قلنا ان هم 13، والاليجيتور از ايه؟ والاليجيتور از 4. يبقى هنعمل 13 بلس ال 4، بعد ال 13 14 15 16 17، يبقى دي كده ايه؟ 17. طيب بيسألني سؤال عايزين نفكر فيه. بيقول suppose، suppose يعني ايه؟ يعني هنفرض ان الليون فيس ايكوال 5 فوتس. طب هو كان الكي عندي بكام؟ هو فوق كان ب 2. هاو ميني سيمبلز وود ذير بي فور ليون؟ لو انا الليون ده بدل ما هنحط الفيس الواحد ب 2 هنخليه ب 5، يبقى انا محتاج كام فيس علشان اعبر عن ال 10؟ تمام، محتاج 2 فيسز، لان كل فيس ساعتها هيبقى ب 5.
يعني لو خدنا اتنين بس من دول دب 5 ودب 5 يدوني الاتنين كام؟ يدوني الاتنين تام. يبقى لما نيجي نجاوب هنقول ايه؟ هو بيقول لي هاو ميني سامبلز، احنا محتاجين كام واحد من السامبلز؟ يبقى نقول ايه؟ تو سامبلز. تعالوا يا حبايبي نشوف another learning point. هنا هنتعلم برضو حاجة جديدة، بيقول لي التالي and البيكتوغراف. احنا عارفين التالي اللي هي الشرط اللي بنقدر نعد بيها، والبيكتوغراف لسه واخدينه من شوية. ادي التالي زي ايه؟ ده التابل بتاع التاليز وده التابل بتاع البيكتوغراف. زي ما اتفقنا لازم نقرأ التايتل بتاع التابل. التابل ده بيتكلم عن ايه؟ بيقول لي النمبر اوف لايبراري بوكس checked out، يعني الكتب اللي شافوها عمر وسارة وتوني، والتالي دي اللي هي ايه؟ عدد الايه؟ الكتب بتاعتي. طيب عمر هنا شاف كام كتاب؟ لما نيجي نبص على دي كلها نقول 5 5 1، يبقى 6. يبقى هنا كام؟ يبقى عمر شاف 6. طيب بالنسبة لسارة ادي كده 5 6 7 8. طب وتوني 1 2 3. طيب نيجي نشوف هنا بالنسبة للبيكتوغراف، انا عايز افهم البيكتوغراف اعمل ايه؟ ينفع اروح ابص هنا كده وافهم؟ ما ينفعش. امال اعمل ايه؟ نروح نشوف الكي. الكي عندي بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الرسمه بتاعت البوك الواحد بتيكوال 2 بوكس. يبقى هنا عباره عن ايه؟ عباره عن 2 و2 وايه و2. 2 بلس 2 از 4، بلس 2 يديني كام؟ يديني 6. يبقى انا فعلا ادي ال 6 اهي وادي ال 6 اهي. يبقى احنا ممكن نعمل كومبير او نعمل مقارنه ما بين التالي والبيكتوغراف، والاثنين هيدوها نفس النمبرز بالظبط. طيب وهنا بالنسبه لساره هنا يبقى 2 another 2 another 2 another 2، يبقى كلهم كام؟ يبقى كلهم 8. طب توني هنا يبقى 2. طيب ده نص كتاب او نص السيمبل او هاف السيمبل. يبقى نعمل ده ايه؟ نشوف ايه الهاف بتاع ال 2. الهاف بتاع ال 2 از ايه؟ از 1. يبقى توني عندي ايه؟ عندي 3. طيب نيجي نشوف التشيك كده جميل قوي. بيقول لي ايه؟ يوز ذا تالي تيبل تو كومبليت ذا بيكتوجراف. يبقى احنا هنشوف التالي تيبل اللي موجود فيه ونكمل البيكتوجراف. طيب ايه هو العنوان عندنا بتاع التيبل؟ بيقول لي الفيفوريت درينكس. لازم نفهم ده بيتكلم عن ايه؟ يعني المشروبات اللي احنا بنحبها. عندي الووتر، عندي الجوس، عندي الميلك. طيب كم واحد بيحب الووتر؟ هنا في 5 و1 يبقى كام؟ يبقى 6. طب الجوس كده 5 و5 يبقى 10. الميلك انا عندي 5 و2 يبقى 7. لو هنوضح بقى النمبرز دي بالبيكتوجراف نعملها ازاي؟ اول حاجه لازم نبص على الكي. الكي بيقول لي ان السيمبل ده 2 children. يبقى الووتر عايزه كام سيمبل؟ السيمبل ده هي فيها واحد اهو، ده كده بكام؟ ده ب 2. نعمل another 1 ونعمل another 1. يبقى انا كده عملت كام واحد؟ يبقى انا كده عملت ده 2 وده another 2 وده another 2، يبقى كلهم كام؟ يبقى كلهم 6. طب انا عندي الجوس كام واحد اختاروا؟ اختاروا 10. ازاي نعمل هنا 10 بالسيمبل ده؟ نعمل اول سيمبل اهو كده، يبقى انا عامل كام؟ كده انا عامل 2. نعمل another 2، يبقى ده وده يديني كام؟ يديني 4. نعمل واحد كمان، يبقى 2 و2 4 4 و2 6. لسه عايزين تاني، عايزين نعمل 10 كده، يبقى 8 كده، يبقى ايه؟ كده يبقى 10. يبقى انا محتاج 5 سيمبلز. طيب بالنسبه للملك، الملك انا محتاج كام واحد؟ كده كده 2 وكده another 2 وكده another 2 كده كلهم كده يبقى 6. انا عايز 7. لو عملنا شكل كامل هيبقى 2، يبقى انا وصلت لل 8. يبقى انا مش عايز اعمل شكل كامل، امال هعمل ايه؟ هعمل نص شكل كده. نعمل نص بس، نص شكل. النص ده بكام؟ النص ده ب 1. يبقى الرسومات اللي انا عاملها دي بتقول لي ان انا عندي كام واحد بيحبوا الملك؟ بتقول لي ان انا عندي 7. هيجي يسألني يقول لي how many children choose milk؟ كم واحد؟ 7. how many more children choose الجوس than الووتر؟
كام تشيلدرن اختار الجوس مور ذان الووتر. مور ذان يعني اكتر من الووتر. طب اللي اختاروا الجوس قد ايه؟ اختاروهم 10. واللي اختار الووتر قد ايه؟ اللي اختار الووتر 6. يبقى نعمل الاثنين ماينس عشان اقدر اشوف الجوس اكتر من الووتر بقد ايه. يدينا كام؟ يدينا 4. يبقى لما نقول how many more children choose الجوس than the water، يبقى الانسر بتاعتنا 4 more children. تعالوا حبايبي نشوف another practice exercise. بيقول لي use the key in pictograph to complete the tally table. يعني المرة دي هنشوف البيكتوغراف ونكتب في التالي table. العنوان بتاع التيبل ايه؟ الفيفوريت بيتزا توبنج، يعني انت بتحب البيتزا بتاعتك بايه. طب الكي، الكي عبارة عن ايه؟ السيمبول ده بيعبر عن 2. يبقى لما اجي اعد دول نعدهم ازاي؟ كل واحد من دول نحسبه ب 2. يبقى دي كده 2 ودي كده 2 ودي كده 2 و2 و2. يبقى دول كلهم كام؟ دول كلهم كده يبقوا 10. طيب لما نيجي نكتب ال 10 بالتالي تيبل نعملها ازاي؟ نعمل ازاي ال 10 بالتالي؟ نعمل كل 5 كده 1 2 3 4 كده 5 1 2 3 4 5. بقى كده عملت الايه؟ عملت التالي. يبقى احنا بناخد من البيكتوجراف ونكمل التالي. طيب هنا انا عندي كل دول كده 10، هنزود 2 ودي ايه؟ دي نص واحده هاف السيمبل، يبقى ده 1. طيب 10 ومعانا 2 يبقى 12 و1 يبقى 13. يبقى الفيجيتابلز عايزين نعمل هنا 13. نعملهم ازاي؟ نعمل كل دول ونزود عليهم 3. يبقى 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 و 1 2 3. يبقى انا كده عملت الايه؟ ال 13 تاليز اللي بتعبر عن الفوتس بتاع الفيجيتابلز. طيب نيجي نشوف السوسج، مين اللي بيحب البيتزا اللي بالسوسيس؟ دول كام؟ لحد هنا كنا 10، هنزود 2 وانظر 2 وانظر 2. لما نزود 2 على 10 يديني 12، نزود انظر 2 يديني 14، انظر 2 يديني 16. نمثلهم ازاي ال 16؟ كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 وادي ايه؟ وادي 16. طيب نيجي هنا 2 و2 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 يبقوا 8، وعندي هنا 1 يبقوا ايه؟ يبقوا 9. يبقى لما نيجي نشوف الاكسترا تشيز عايزين نحط 9، يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9. نيجي نشوف الكويشنز ديت، بيقول لي هاو ماني تشيلدرن لايك ذا فيجيتابلز بيست، يعني اللي تشيلدرنز اللي بيحبوا الفيجيتابلز كام واحد؟ نيجي نبص هنا في الرسمه نلاقي هنا كام؟ هنا 13، يبقى 13 تشيلدرن. طيب which type of topping is liked the most، مين هو اكتر اضافه الناس بتحبها؟ انا عندي هنا احنا قلنا السوسج كام؟ 16. هو بيسالني عن النمبر ولا عن الاسم الايه؟ بيقول لي ويتش تايب، يبقى نكتب له نقول له ايه؟ السوسج. هنا هاو ماني مور تشيلدرن لايك ذا بيبروني ذان اكسترا تشيز، كم واحد زياده بيحب البيبروني عن الاكسترا تشيز؟ هنا عندي 10 وهنا عندي ايه؟ 9. يبقى هنقول 10 ماينس ايه؟ ماينس 9. يدينا كام؟ يدينا 1. يبقى 1 مور تشيلدرن، يبقى اللي بيحب البيبروني اكتر من اللي تشيز جاست 1 ايه؟ 1 مور تشيلدرن. طيب نيجي نشوف انذر براكتس اكسرسايز. هنا عايزين بقى التالي نخليه ايه؟ نخليه بيكتوجراف. بيقول لي كونفرت، يعني ايه كونفرت؟ يعني خد من هنا وحول هنا. ذا سيم انفورميشن، يعني المعلومات اللي احنا شايفينها هنا من التالي تيبل للبيكتوجراف. طيب ايه العنوان بتاع التيبل؟ بيقول لي الفيفوريت اكتيفيتي، او الحاجات اللي احنا بنحب نعملها في الوقت بتاعنا الفاضي. الميوزك فيها كام؟ 5 10 15، ان الواحده من دي ب 5، احنا قلنا دي كده 5 ودي كده 5 ودي كده ايه؟ 5، يبقى كده 15. طب الارت 5 و5 يديني 10. طب السبورت 5 و5 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 يبقوا 20، والريدنج 5. طيب هو بيقول لي ايه بقى؟ احنا عايزين نعمل هنا بيكتوجراف، يعني هنرسم رسومات. طب الرسومات اللي احنا هنرسمها لازم الاول اعرف الكي بتاعها. الكي عندي عباره عن ايه؟ الكي بيقول لي السمايلي فيس ديت ب 5،
يبقى انا كل واحده من دول احط مكانها سمايلي فيس. يبقى هنا هنحط هنا سمايلي فيس اهو، انظر سمايلي فيس، وانظر سمايلي ايه، سمايلي فيس. يبقى دي 5 و5 و5 دول كده بالظبط زي دول ايه، زي دول بالظبط. طيب هنا نحط 2، ادي 1 وادي 2. طيب بالنسبه للسبورتس نحط كام شكل؟ 1 2 3 4، لازم نحط 4 سيمبلز، ادي 1 2 3 اند 4. الريدنج جاست 1 ايه، جاست 1 سمايلي فيس. نيجي نجاوب على الاسئله، بيقول لي هاو ميني بيبل لايك ذا ميوزك بيست، كم واحد بيحب الميوزك؟ انا هنا عندي كل واحده من دي 5 5 و5 و5، يبقى 15. How many people in all like the art and the sports activities؟ كم واحد بيحب الارت والسبورتس؟ انا عندي هنا 5 و5 يبقوا 10، وعندي هنا 5 و5 يبقوا 10، وانظر 10 يبقى 20. لما نيجي نحطهم على بعض 0 بلس 0 يديني 0، 1 بلس 2 يديني كام؟ يديني 3، يبقى 30 people. Which activity is liked the least؟ The least يعني أقل activity الناس بيحبوها. نيجي نبص هنا نلاقي مين؟ مين أقل activity قدامها symbols؟ reading. السيمبل بكام؟ السيمبل بفايف. طب هو بيقول لي عايز عددهم ولا عايز اسمها؟ بيقول لي which، يبقى عايز اسمها، يبقى نكتب reading. تعالوا نشوف اللي تشالنج ده. بيقول لي 5 more people are liked the art، يعني الارت هيحبها كمان ايه، كمان 5. how many activity symbols، هناخد من ده قد ايه؟ would you draw on the graph، يعني هنرسم هنا كام سيمبل عشان نزود ال 5. انا عارف ان الايه السيمبل الواحد ب 5، يبقى هنرسم 1 سيمبل. يعني نيجي هنا كده نرسم another symbol، السيمبل ده يخليهم كلهم كام؟ 15، اللي هم ال 5 مور. وبكده يا حبايبي يبقى خلصنا ليسون 3، ليسون سهل جدا، بنقعد نلون فيه ونرسم، ليسون ممتع، يا ريت نذاكر الليسونز اول باول، وبالتوفيق ان شاء الله.